يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل التصدق أو صلة الرحم بنية أن يزيدني الله من الرزق وأن يطول عمري يعد من الشرك؟ إلا ما هو من الشرك، بس لا تقتصر على هذا، إذا اقتصرت على هذا فلا يجوز، لأنك تريد الدنيا. أما أنك تريد المعنيين، معنى الزيادة في العمر والبركة في المال مع إرادة وجه الله سبحانه وتعالى، فلا مانع. نعم.